أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: حديث ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة. توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توضيح. نعم كمل. هل في هذا الحديث ما يدل على جواز التشبيه في بعض الحالات؟ جواز التقريب، الحديث فيه جواز تقريب المعاني الغائبة بأشياء حاضرة من باب التقريب، لا من باب إن هذا مثل هذا تماماً، بل هذا من باب التقريب وضرب الأمثلة، مثل ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية القمر والشمس من باب التقريب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله يضرب الأمثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لأجل تقريب المعاني للأفهام بشيء يعرفونه، يشبهها بشيء يعرفونه من أجل يتضح هذا الأمر. نعم.